السؤال الأخير شيخي العزيز، من واقع الحال ألا يجد المتزوج المقبل على الزواج سواء كان الشاب أم الفتاة ألا يجد في شريك حياته كل ما كان يتصوره، ما يتصوره من أخلاقه وصفاته وتعامله، فهل ترون ضرورة تنبيه المقبل على الزواج أن هذا الأمر يمكن أن يكون؟ ليس يمكن أن يكون، بل هذا لا يتوقع خلافه، يعني لن يدرك كل ما يريد في الطرف الآخر. الإنسان قبل على النقص، الجمال جمال نسبي، والحسن حسن نسبي، والأخلاق فيها جوانب نقص، والإنسان إن كان يعني حسنا في جانب قد يكون سيئا في جانب. الكمال لله عز وجل، والإنسان قبل على الخطأ وفيه عيوب، فلا نركز على العيوب وإنما نركز على المحاسن، فمن غلبت محاسنه على مساوئه فهو قبل، ومن غلبت مساوئه على محاسنه رفض. هذا هو المبدأ. فلذلك على الرجل أن يعرف أن هذه المرأة سيجد فيها جوانب نقص معينة، لكن لا يجعل عينه تقع على هذا النقص وإنما تقع على الكمال. وكذلك المرأة عليها أن تضع في نفسها أنها ستجد وستلاحظ نقصا في زوجها، فلا تجعل نظرها متجها إلى هذا النقص، وهذا ما أرشدنا إليه القرآن الكريم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالنظر إلى المحاسن إلى الإيجابيات وعدم ارتفاع سقف الآمال والطموح، هذه هي الواقعية، وهذا هو المطلوب لكي تستديم وتستقيم الحياة الزوجية بينهما. طيب من واقع الحال يعني على من اقتنع بهذا؟ يعني هل هناك وقائع مثلا مرت عليكم شيخنا العزيز، هناك من اقتنع بهذا ووضع ذلك نصب عينيه فاستطاع أن يجري سفينته على الطريق الصحيح، وغيرهم المطلع؟ نعم، وجد هذا، اطلعنا على حالات كذا وحالات كذا، حالات أن الشاب رسم في مخيلته صورة مثالية للزواج لا يكدرها شيء، لا يوجد فيها أي خلل، فلما دخل غمار الحياة الزوجية لاحظ العقبات والنقص وربما المشكلات، فلم يستطع أن يواجه ذلك، فآل به الأمر إلى الطلاق. وفي المقابل هنالك من الأشخاص من هيئ نفسه لحياة لا تخلو من خلافات أو مشكلات أو شيئا مما يكدر صفو هذه الحياة، استعد باكرا، فلما واجه هذه المشكلات استطاع أن يتجاوزها واستطاع أن يصبر وأن يتوصل إلى الحلول المناسبة للمشكلات التي وقع فيها. فهذا الجنس موجود، أو هذا النوع من البشر موجود، وهذا النوع موجود. فلذلك الإغراق في المثالية وفي رسم الصورة الحسنة الجميلة للزواج لا يحمد. نعم الزواج له مقاصد ويحقق أهدافا، لكن هو أيضا عرضة لمنغصات تعترض الزوجين، وهذه هي فطرة الله، وهذه هي سنة الله، وهذه هي طبيعة الخلق التي جعل عليها الناس. بارك الله فيك شيخنا العزيز على هذا العطاء.